الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الأهل الأحباء في شرق النيل وفي مضوم بان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحمد الله أن جمعنا بكم اليوم في المكان الطاهر ده في البقعة المباركة في مضوم بان برد الشيخ العبيد ود بدر ونحن هناك أهلنا بيحلوا لهم بيقولوا الشيخ العبيد ودريا لما نجتمع هنا ومع أهل التصوف وشيوخ الطرق الصوفية حقيقة دي رسالة رسالة لها معنى عالي وبتضع أيضا مسؤولية كبيرة لأن شيوخ الطرق الصوفية ديل ادخلوا الإسلام للسودان ديل علموا القرآن ديل فتحوا المساجد والخلاوي وقدموا العجين والدين ديل الناس اتجمعوا الناس والبيحلوا المشاكل بين الناس والبيحلوا القضايا وبيعتقوا الرقبة وبيجمعوا ذات البين ديل الناس اللي أسسوا للأخلاق الكريمة والأخلاق الفاضلة لأنهم اقتدوا برسولنا صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله لأن ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم وقال له ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان خلقه القرآن وديل أهل القرآن وديل أهل الله وخاصته مش أهل ساكت ناس القراب منه يعني ديل أهل الله وخاصته لما نجتمع هنا نحن نتذكر كل الماضي ونتذكر كل الحاضر والناس اللي غرسوا الدين في نفوس الناس هم شيوخ الطرق الصوفية والناس اللي غادوا الثورة المهدية ده شيوخ الطرق الصوفية وطلاب الخلاوي ده اللي أسس السودان وجمعوا السودان جمعوا القبائل ما جمعوا إلا الدين ما جمعوا إلا شيوخ الطرق الصوفية والاستعمار لما جاء كان همه الأول أنه محاربة الدين وقالوا عايزين يقلبوا الناس نصارى لكن قدر ما سعوا وقدر ما بذلوا وقدر ما أغروا الناس وأرهبوا الناس ما استطاعوا أن ينصروا واحد ليه؟ لأنه في دين مغروس في دين مزروع في نفوس الناس زرعوها ولا الشيوخ عشان كده نحن ما جينا في الإنقاذ ما جينا من فراغ ولا جينا بمشروع غريب جينا بمشروع بيعبر عن تطلعات الناس بيعبر عن رغباتهم وهو المشروع الإسلامي وعايزين نحن أيضا مزيد من التمكين مزيد من التمكين للدين عشان كده بنوجه كل المسؤولين أن يرعوا الخلاوة ويحسنوا البيئة بتاعتها في مبانيها في إجلاسها في إطعام طلابها في علاجهم في كسوة في تطويره عايزين أيضا نشوف الكمبيوتر جوا الخلوة وعايزين نشوف الأجهزة الحديثة جوا الخلوة وعايزين نكمل بعد كده بالكليات التقنية عايزين الحفظة دي إن احنا ندربهم نخلي دول يتخرج منهم مهندسين وفنيين وكل أنواع الخدمة إن شاء الله لأنه الزول يا جماعة الزول اللي عنده دين محل ما تخط انت مطمئن له هسه لو جاك زول لبيتك
وسألت منه قال والله زول ده عنده قروش وعنده بيت وعنده وظيفة لكن ما بصلي، بتديها له؟ ما عنده دين. وهن قال ما بخاف من الله، خاف منه. فعشان كده نحن الليل لما نجي هنا ونجد هذا الدعم هو ايضا عهد بيننا وبين هؤلاء الشيوخ انه نحن على نفس ذات الطريق. اما مشروع التنميه في خدمات مياه وصحه وتعليم، ده يا جماعه برنامج وده حق الناس، ما بنمتن به، ما هي دعايه انتخابيه. مشروعات الاعاشه واعاشه الناس وتوفير سبل العيش ليهم اللي يكرمون ويحافظ على كرامتهم، هي نحن معاه ان شاء الله. استمرار العهد في اصلاح ذات البين ويرجع كل الناس الخارجين عن القانون والناس اللي بيتصارعوا وبيقتلوا الناس الان في بعض المواقع، نحن اول حاجه سعينا بالحسنى معاهم ان شاء الله، وان ما بيجي بالحسنى بعد ذاك بنعرف نجيبه كيف ان شاء الله. نحن تبسلنا نفس الاخلاق وتحركنا نجمع ذات البين بين اخواننا في سوريا ونجمع ذات البين بين اخواننا في ليبيا، ولكن لما حصل البغي والعدوان في اليمن وعلى ارض الحرمين ما ترددنا، لانه ده امر من الله سبحانه وتعالى. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، ونحن وراهم ان شاء الله فوق لغايه ما يفيوا الى امر الله ويخدوا السلاح ويرجعوا ان شاء الله امنين مطمئنين. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في سبيل الله غمنا، نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء، فليدم للدين عز، فليدم للدين مجد، أو ترق فيه الدماء، أو ترق فيه الدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر وما بطن، وأن يوفقنا جميعا إن شاء الله لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير، وشكرا على هذا اللقاء وهذا الحماس وهذا الاستقبال.